راح الواحد قلبه يصير هالكبرى. مهمتنا كثير كثير صعبة، في أصوات قوية حاضرة معانا بالبرنامج، في ناس دارسين موسيقيا، في كثير مواهب، فصعبت الأمر علينا أكثر، بس الحمد لله كنا متوفقين، أو حاليا بعدنا إحنا نتوفق بالاختيار الصعب لهذه المواهب ويانا. إن شاء الله راح يتهيئون ليكونون ستار بالعالم العربي. راح أعطيك صوتي بكل قوة. العراق بلد عريق بالفن، إحنا شعب نحب الفن، نحب الشعر، أكيد إن شاء الله يعني راح نلاقي الموهبة والمواهب اللي راح تليق بهذا البرنامج. وهسه صار البروجرام خاص بس بالعراق، يعني هذا صار عراق آيدل، حتى ياخذون الأصوات هذه الكثيرة مساحتهم. في كثير مواهب كشكل مقبول وحلو، وكصوت قوي، وككاريزما حلوة، مثقفين موسيقيا، في كثير مواهب. نعم أنا آسف ما راح أعطيك صوتي. لا، ما أقول على نفسي طبع قاسي، لأنه مستحيل أحكم على أحد بظلم أو أظلم أحد، ولكن شوية بعملي، دائما أنا بعملي غير مجامل، يعني الموهبة اللي تستحق ما يختلف عليها اثنين. الله عليك الله عليك الله عليك. الموهبة اللي تحسها نص نص، أكيد يعني يبقى القرار واضح إذا إيه أو لا، لأنه إحنا من واجبنا أنه نطلع جوهرة نقدمها للجمهور. ممكن في أصوات ما ألقى بيها أني الشيء اللي أدور عليه حتى يكون هذا التالنت، ممكن اللجنة اللي معايا يختاروهم، مو غلط تصير. أنا بالنسبة لي شوية إنسان صعب باختياري للموهبة، لأنه أحب الفنان يكون متكامل بالنسبة لي، يعني أختاره كصوت وشكل وثقافة موسيقية وكاريزما، يعني إنسان يكون عنده شخصية حلوة، هذا يكون جاهز وسهل التقبل من قبل الجمهور. بالنسبة لي ما أحس الحظ يلعب دور معايا أنا بالذات، لأنه أنا تعبت بهذا المشوار الفني، تعبت بصار 10 سنين أشتغل على نفسي، وصعدت السلم درجة درجة، لأنه اللي يصعد بسرعة راح ينزل بسرعة، فبنيت اسمي وبنيت اسم بقوة، تعبت على نفسي فنيا، درست فنيا، لحنت، والحمد لله والشكر ألحاني اللي لاقت فد صدى واسع بالوطن العربي، يعني مئات الملايين جابت. تابعونا بهذا البرنامج عراق آيدل، لأن أنا جدا متحمس لهالبرنامج، أكيد أنتم هم راح تتحمسون أكثر مني.